أهلا بكم. إنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الرياض اجتماعات ثنائية بين ممثلين عن حكومة بغداد ونظرائهم في المملكة العربية السعودية، بل ثمت اجتماعات عقدت في وقت سابق وهدفت إلى إيجاد رؤية اقتصادية مشتركة بين البلدين، لكنها بقيت حبر على ورق. فهل يا ترى ستغير المباحثات الأخيرة في المملكة نمط التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع؟ التفاصيل بعد أن نتابع هذا التقرير. السعودية فإيران ثم أمريكا، وجهات الكاظمي لإخراج العراق من أزماته المختلفة بتنوعها والمتشابهة بضغوطها على المواطن العراقي. هكذا إذن يبدأ الكاظمي أولى رحلاته الخارجية منذ تسنمه رئاسة الوزراء. السعودية هي الوجهة الأولى للكاظمي، وهو محمل بملفات مهمة قد يستند على حضوره الدولي وعلاقاته الوطيدة مع الجيران في أن يحل العقد ويستفيد من الطاقات الاقتصادية السعودية لفك الاختناق الاقتصادي الذي يعيشه العراق بفعل تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا. فهنالك الكثير من المشتركات التي يمكن أن يفعلها الكاظمي وتنعكس بالإيجاب على اقتصاد العراق الذي تربطه حدود طويلة مع السعودية، إذا ما استثمرت بشكل ناجح قد تعين العراق في تجاوز أزماته قريبا، ناهيك عن المنافذ الحدودية بين البلدين وحجم التبادل التجاري والتعاون في مجال الأعمار وتحسين الطاقة، بالإضافة إلى ملف الاستثمار الذي يعد الركيزة الأساس في الخلاص من البطالة وامتصاصها فضلا عن تحريك السوق. وهذا كله يدعمه موقع العراق الاستراتيجي وثرواته الطبيعية وأرضه الخصبة ونهرين عظيمين يخترقانه طولا، ناهيك عن النقل والترانزيت المميز الذي يمتلكه العراق والذي يعد محط اهتمام جميع الدول وفي مقدمتها السعودية. لبرنامج دينار على الجميلي، العراقية الإخبارية. ولتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا أو إلينا في الاستوديو الخبير الاقتصادي السيد علاء فهد، ومن المملكة العربية السعودية عبر سكايب رجل الأعمال السعودي السيد ناصر الغيلان. مرحبا بكم ضيوف الكرام. أبدأ معك أستاذ ناصر، يعني ما الأهمية التي تتأتى من زيارة الوفد العراقي إلى المملكة العربية السعودية، علما بأنها ليست المرة الأولى التي يجتمع بها أو تجتمع بها هذه الوفود ما بين بغداد والرياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا حبيب محمد. معليش أنا أسمع صداع عندي. تمام، تفضل أستاذ ناصر. أشكرك أستاذ قيس يعني تحت هذه الفرصة. أشكر حضورك. بعيد عن العواطف، بعيد عن المجاملات، إحنا والأخوان العراقيين أشقاء واحد. الصوت واضح ولا؟ واضح واضح أستاذ ناصر، استمر. إيه. احنا والعراق واحد، ومن تاريخ قديم لله الحمد احنا يعني مترابطين، اي نفس الحكايه مستقبلا ان شاء الله حيكون في الصوت شويه مزعج، لكن معليش حاستمر معاكم. انا اسمعك طبيعي استاذ ناصر، انا اسمعك طبيعي، تحدث بشكل طبيعي جدا. إيه. لذلك يعني زياره دوله الرئيس حفظ الله للسعوديه، صحيح انها ما هي الزياره الاولى للوفد عالي المستوى مثل دوله الرئيس الله يحفظ يعني دوله العراق، ولا هي باول مباحثات تتم خاصه في المجال التجاري، بما اني انا داخل في المجال التجاري زين، وايضا اللي تم في المرات السابقه يعني يمكن يكون تمهيد، انا اتمنى باذن الله سبحانه وتعالى ما هو يعني حبر على ورق. انا اقترح يعني ما اتفق معك في النقطه هذه، اسمح لي اخوي العزيز، لكنها تمهيد للمستقبل القريب إن شاء الله. تمام، أنا قصدت أستاذ ناصر بأن يا ريت المباحثات التي جرت سابقا والتي جرت في الوقت الحاضر تترجم على أرض الواقع كمشاريع في القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية في بغداد وبقية المحافظات العراقية الأخرى، أقصد أكثر دخول الشركات السعودية، متى تدخل الشركات السعودية بشكل عملي على أرض العراق؟ لا قريبا ان شاء الله حنسمع عن اخبار جميله باذن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين السعوديه والعراق، فيما يتعلق بزياده الاستثمار، سواء يعني الاخوان او المستثمرين العراقيين يستثمرون عندنا بالسعوديه
أو الأخوان المستثمرين أو إحنا كمستثمرين سعوديين نستثمر في دولة العراق بإذن الله مستقبلا. يعني نشوف من الأشياء القادمة القريبة بإذن الله سبحانه وتعالى فتح منفذ عرعر، وراح يخدم يعني العراق والسعودية بشكل كبير بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني تأجلت الزيارة بسبب أمور صحية لمولاي وسيدي خادم الحرمين، نسأل الله أن يحفظه، وهي إجراءات يعني صحية قليلة إن شاء الله، ونفرح قريبا بخروجه من هذه الوعكة الصحية البسيطة، ونفرح أيضا بزيارة دولة الرئيس ووفده الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أضمن وأؤكد مثل ما قلت، بعيد عن العواطف، بعيد عن المجاملات، الزيارة هذه تحديدا دولة الرئيس أطال الله في عمره قرر أن تكون الزيارة الأولى هي للسعودية، معنى ذلك أنه عارف الثقل الكبير اللي راح نشوفه، وراح نشهد إن شاء الله قرارات سياسية كبيرة. أنا لست يعني حقيقة يعني بعيد عنها جدا، لكن اللي أنا أشهده وأشوفه أن فيه قرارات تجارية راح تعزز العلاقات وتزيد من نسبة التبادل التجاري بين البلدين. أنا يعني من ضمن الكلام اللي صرح فيه معالي وزير التجارة، وأنا عذرا أخذت من وقتكم شوي لأني ما حطيت السماعة، تفاصيل مهمة أستاذ ناصر. معالي وزير التجارة الدكتور القصبي تكلم أنه حتى لو تأجلت زيارة الوفد العراقي وزيارة وفد دولة الرئيس أسأل الله يحفظه والمرافقين له وجميع أخواننا في العراق، حتى لو تأجلت معنى ذلك أنه ما في تأجيل أجندة العمل، ما فيه تأجيل جدول العمل القادم، ما فيه تأجيل للقرارات القادمة ولا تم اعتمادها سابقا، ما فيه تأجيل بإذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لعمليات التبادل التجاري وأيضا للمشاريع القادمة والمخطط لها. وإحنا لما نتكلم عن المخطط بإذن الله سبحانه وتعالى معنى ذلك أنها قيد التنفيذ وقريبا. خليك يا أستاذ ناصر الغيلان إذا سمحت لي، خليك معنا دقائق ونرجع لك إن شاء الله. دعني أنتقل إلى ضيف الآخر وأرحب به مجددا، أستاذ علاء فهد، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ علاء. يعني هل تتوقع بأن هذه الزيارة أو زيارة الوفد العراقي الحكومة العراقية للمملكة العربية السعودية والتباحث في بعض القضايا الاقتصادية المهمة فيما يخص تفعيل التبادلات التجارية ودخول الشركات العراقية أو السعودية وبعض القضايا الأخرى، هل تعتقد بأنها ستترجم على أرض الواقع أم ستبقى كبقية الاجتماعات التي، أم تعتقد بأن الاجتماعات السابقة هي كانت يعني متممة أو تتباحث من أجل بلورة ورقة عمل اقتصادي مشتركة بين البلدين تترجم على أرض الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أستاذ قيس أحييك وأحيي مشاهدي قناة العراقية وضيفك الكريم أيضا. نأمل من هذه الزيارة أيضا أن تكمل ما تم البدء به خلال الفترة السابقة من قبل اللجنة التنسيقية المشكلة لبحث العلاقات العراقية السعودية، والتي وضعت على طاولة المفاوضات سابقا جملة من النشاطات الاقتصادية المهمة الداعمة للاقتصاد العراقي، وأولها ملف الطاقة والتبادل التجاري، وأيضا تنشيط القطاع الزراعي والصناعي عن طريق إنشاء مجمعات زراعية كبيرة تكون في مناطق محاذية للمملكة العربية السعودية في محافظات السماوة وأيضا المحافظات الأخرى، تكون داعمة ومنشطة للاقتصاد العراقي. أضف إلى ذلك التعاون في مجال الاتفاق على تصدير النفط، باعتبار أنه العراق والسعودية من أكبر الدول المصدرة النفط في منظمة أوبك، والتعاون والاتفاق والانسجام ينسحب على التأثير في مجال السيطرة على الأسعار والكميات المصدرة. في ظل الاتفاقيات السابقة التي كما ذكرت وذكر تقرير قناتكم الموقرة بقيت حبر على ورق ولم تفعل، حيث أن هذه اللجنة التنسيقية المشكلة في زمن حكومة السيد العبادي وكان من المؤمل أن تكمل ملفاتها وتصل إلى مرحلة النضوج وتطبيقها على أرض الواقع، لكن تعثرت نتيجة تغيير الحكومة من جهة ووجود أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، كل هذه كانت هي معرقلة. لكن نأمل أن تكون هذه الزيارة هي بداية لإكمال الشوط الأول الذي تم البدء به عند مؤتمر الكويت، مؤتمر الدول المانحة لمساعدة العراق في إعمار المناطق المحررة، وأيضا تنشيط القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تسهم الشركات السعودية في تطويرها، خصوصا وأولها هو ملف الكهرباء وملف الطاقة وربط العراق
بدول الخليج العربي بمجلس التعاون الخليجي على مستوى الطاقة الكهربائية. هذا سيدفع بالأمام بملف الكهرباء ويحل المعوقات السابقة، وأيضا يكون هناك نشاط تجاري مستقبلي مهم جدا بين البلدين، يسهم بتحقيق تنمية اقتصادية من جهة، ودخول شركات سعودية لها خبرة في مجال الصناعة وفي مجال الزراعة وفي مجال الطاقة عن طريق الصناعات التكريرية، الصناعة النفطية يمكن أن تخدم بهذا المجال، استثمار الغاز المصاحب في الحقول، الغاز المحترق اليوم في الحقول النفطية. كل هذه الملفات مهمة جدا من الناحية الاقتصادية، وأيضا تنسحب على الناحية السياسية بحيث أنه يكون هناك تجاوز لهذه الأزمة. رسالة السيد الكاظمي اليوم لكل الموجودين سواء كان في الداخل والخارج اتجاه إلى المملكة العربية بأولى زياراته الخارجية، يبعث برسالة أن هناك انجذاب نحو المملكة العربية السعودية من أجل أن يكون هناك تعاون اقتصادي مشترك يمكن أن يثمر خلال الفترة السابقة، وأن يخرج الحكومة العراقية من عنق الزجاجة، خصوصا أنه اليوم في فصل الصيف اللاهب وهناك مشكلة في تجهيز الطاقة الكهربائية، وهناك أيضا مشكلة راح نرجع عجز على هذه التفاصيل يعني بشكل مفصل أستاذ علاء، لكن دعني أنتقل إلى ضيف الآخر أستاذ ناصر غيلان. أستاذ ناصر، يعني هل من توجيهات جديدة من القيادة السعودية إلى الشركات أو الشركات السعودية بشكل عام بشقيها العام والخاص فيما يخص آلية التعامل الجديدة مع العراق، وما هي أبرز تلك التوجيهات؟ حقيقة أنا لست بصاحب قرار أو يعني على علم بما سيحصل يعني باللقاءات القادمة، وأتمنى إن شاء الله أنها تكون مثمرة، و يعني من الأدلة القادمة إذا فتح المنفذ بإذن الله سبحانه وتعالى باحترافية وبأكثر المنفذ القادم اللي هو الجمركي حق عرعر، إذا فتح فهذا واحد من الإنديكيترز ولا المؤشرات أن معنى ذلك أن الحكومة إذا تسمح لي الحكومة العراقية جادة في رفع التعاون، وأنا أتكلم من زاوية تجارية. قبل ما أرد على كلامك أو سؤالك الكريم أخوي العزيز، ضيفكم الكريم أخوي أتكلم في أشياء يعني جدا قوية. خليني أتكلم أنا يعني من زاوية تجارية اللي هي خبرتي. العراق بعيدا عن النفط، أنت تتكلم عن إمكانيات ضخمة. أنت لما تتكلم عن العراق تتكلم عن كوادر وعقول ذكية. أنت لما تتكلم عن العراق تتكلم عن طاقات وعمالة ماهرة وأيضا رخيصة. أنت لما تتكلم عن العراق تتكلم عن موقع جغرافي ضخم يدخل للعراق مبالغ ضخمة، حتى موقع جغرافي سياحي فيه إرث تاريخي، في مناطق جذب سياحية، مصدر منتج. على أساس أوصل بس للنقطة الأخيرة واسمح لي أني ما أطلع عليكم فيها، مصدر منتج الزراعي والأسمدة الزراعية وأيضا الفوسفات. السلكة، احنا لما نتكلم عن سلكة بنسبة صفاوة كما إذا ما خلتني الذاكرة بنسبة صفاوة ما تقارب 95%، معنى ذلك أنت تتكلم عن يعني مصدر كبير أو شيء قوي بالنسبة للدخل القومي العراقي، بعيد عن شبكات الطرق، بعيد عن الموانئ والمشاريع القادمة في المطارات، بعيد عن التطوير العمراني. أنا أذكر كلمة الوزير الزراعة المعالي الوزير محمد الخفاجي لما تكلم عن إطلاق المرحلة الأولى في تصدير المنتجات الزراعية من العراق إلى السعودية. أنت تتكلم عن مرحلة أولى بقيمة يعني بقيمة إنتاجية، أنا نسيتها لكنها قيمة إنتاجية 750 طن تقريبا، قيمة إنتاجية للبطاطا والطماطم والطماطم والمواد الثانية وتصديرها للسعودية اللي هي تحتاجها. لذلك بإذن الله سبحانه وتعالى راح نشوف المنفذ الحدودي في عرعر بوابة اقتصادية ضخمة كبيرة لمرور وبيع المنتجات العراقية إلى السعودية. أخيرا لو كملنا المعادلة فيها، وأنا أعتذر مرة ثانية للإطالة، على أساس نعرف القوة اللي تتكم يعني اللي الموجودة بين العراق والسعودية. إحنا في السعودية مصانع ومنتجات فيها جودة عالية جدا، وأيضا معترف فيها وفيها مواصفات وشهادات سعودية وشهادة دولية منافسة في الجودة
منافسة في السعر، عندنا الحديد، عندنا الآلات، عندنا المعدات، عندنا المنتجات الكيميائية سواء عضوية أو غير عضوية، عندنا الزيوت، عندنا الألمنيوم، عندنا الحليب، عندنا الألبان، عندنا العصائر، عندنا مواد البناء. اللي بوصل له فيه تكامل كبير بين المنتجات السعودية فيه والمنتجات العراقية، فيه تكامل كبير بين حتى على المستوى الفردي والشعبي، فيه تكامل بين السعوديين والعراقيين، فيه علاقات وقرابات. التكة البسيطة، الشغلة البسيطة اللي هي التقارب الحكومي. السعودية والله بعيد عن أي مجاملات أو عواطف، وضعت تسهيلات كبيرة. يعني أنا أتحمل كلامي أمام شاشتكم الكريمة. ممتاز. ومن خلالكم أخوي العزيز أستاذ قيس، رجل الأعمال العراقي، تعال استثمر في السعودية، تعال شوف وش التسهيلات اللي تعملها السعودية للاستثمار. أيضا المستثمر أو المستورد اللي موجود في العراق يبغى يأخذ أي منتجات سعودية، صندوق تنمية الصادرات، أنا لست متحدث رسمي عندهم ولا عندي ذيك الخلفية القوية، بإمكانكم الدخول إلى موقعهم الإلكتروني أو التواصل معهم مباشرة، يرحبون بأي شخص يعني يحاول أنه يأخذ منتجات السعودية ويأخذ المنتجات السعودية، وفيها تسهيلات كبيرة لوجستية وأيضا تسهيلات كبيرة حكومية ومادية من خلال بنك الصادرات وبنك وبنك التنمية للصادرات. أنا أذكر في الأخير على أساس ما أطيل عليكم، يعني أخوي أستاذ قيس وضيفكم الكريم أبغى يسمح لي وأيضا المشاهدين، معالي وزير المالية علي علاوي كان تكلم في جريدة الشرق الأوسط، وحقيقة يعني ضرب على الجرح، قال تواجد المنتجات السعودية يعمل توازن في السوق العراقية، وأنا أقول نفس الحكاية، تواجد المنتجات العراقية كأسمدة تكرمون أو كمنتجات زراعية في السوق السعودية يعمل توازن في السوق السعودية. أيضا من ضمن كلام معالي الوزير يقول يجب أن يكون هناك تقارب بين البلدين، عندنا خاصة في مجال الكهرباء، في مجال الغاز، في مجال الطاقة البديلة، في مجال تبادل المنتجات الأخرى. يمكن أنا طلعت عليكم فأعتذر، يعني جدا. لا بالعكس، استفادنا من المعلومات، ونتمنى ولو أنت مستعجل لكن نتمنى تبقى ويانا كم دقيقة أخرى. لا أنا ما استعجلت، أنا معاكم طال عمرك. تمام ممتاز. أستاذ علاء، يعني السعودية تمد ذراعيها إلى العراق، أنا مستقيم. بالمقابل أدعم الشركات العراقية الشركات السعودية من أجل تصدير منتجات العراق بأسعار مدعومة. إذن يعني السعودية تفتح ذراعيها للعراق، ماذا ينبغي على العراق بالمقابل؟ يعني أستاذ قيس أشكر ضيفك الكريم على ما تحدث به من روحية عالية، دليل على حسن النوايا. اليوم عندما يكون انفتاح من قبل جارة مهمة لها وزن وثقل على المستوى العربي والإقليمي وحتى على المستوى الدولي، بهذا الانفتاح ربما يبعث روح الأمل والطمأنينة. تعقيبا على كلامه، نحن لا نريد أن يكون العراق سوق لتصريف البضائع من جهة، نريد أن يكون هناك تعاون حقيقي قطاعي بإنشاء مناطق صناعية. لكن أستاذ علاء إذا سمحت لي، وزير المالية صرح بأن دخول البضائع السعودية العراق يخلق حالة من التوازن. نعم. في المنطقة وفي العراق، في الميزان التجاري العراقي. نعم أكيد، يعني يخدم العراق. يعني المعروف عن البضائع السعودية، تحدث ضيفك الكريم بجودتها بالدرجة الأساس، وأيضا يمكن أن تخلق توازن من جانب، وأيضا معروفة بمستوياتها العالية حتى على مستوى، يمكن ما ذكر ضيفك مستوى الصناعات الكهربائية. اليوم البضاعة السعودية ودخولها للعراق بمستويات متعددة ومختلفة تسهم بتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين، وأيضا توازن في داخل السوق. تمام أستاذ، أنا راح أرجع لك بعدين لأن أستاذ ناصر شوي مستعجل علينا. أستاذ ناصر، في سؤال أخير إلى حضرتك فيما يخص الإجراءات والتعقيدات الروتينية في العراق، كيف ستتعامل الشركات السعودية أو الجانب السعودي بصورة عامة مع هذه التعقيدات، أو هل لدى الجانب السعودي رؤية مفصلة عن هذه التعقيدات وكيف ستتعامل معها؟ أخي العزيز، أنا أشكرك مرة ثانية وأشكر ضيفك أخي العزيز، وأعتذر له، لا أنا بين يديكم واستعجالي حفاظا على وقتكم، وإحنا كسعوديين قلوبنا قبل يدينا الأخواننا وأحبابنا هناك. الله يحفظكم جميعا. الاستفسارك كان في التسهيلات السعودية صحيح؟ بالضبط. لا، التعقيدات الروتينية الموجودة في العراق، يعني هناك بعض التعقيدات لا يخفى على الجميع، كيف ستتعامل الشركات السعودية، أو هل لدى الشركات السعودية صورة واضحة ورؤية واضحة عن هذه التعقيدات
الإدارية والروتينية؟ من خبرة سابقة كنا في زيارة رسمية تجارية لأهلنا وأحبابنا بالعراق، وإحنا لما نتكلم تجارية نتكلم بلغة الأرقام ولغة الربح، أكيد. لكن في إطار تبادل نظيف تجاري خاصا بين بلدين شقيقين. لاحظنا كثير من ما نسميها مشاكل، ما نسميها عوائق، نسميها تحديات، لأن العراق قادر أنه يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يتجاوزها. السيستم المالي أو النظام المالي في عمليات التحويلات المالية والضمانات البنكية يجب أن يعاد ترتيبه نوعا ما، ويجب استخدام التقنية فيه، خاصة أنا قلتها قبل كذا، العراقيين كوادر ضخمة فيما يتعلق بالتكنولوجيا نشوفهم في أمريكا وكندا وفي أوروبا، وعندنا في السعودية حصلهم في مناصب حساسة فيما يتعلق في التقنية. فلذلك النظام المالي فيما يتعلق بالضمانات المالية، التحويلات البنكية في العراق، هذا سبب مشكلة كبيرة جدا لدخول المنتجات السعودية. رقم اثنين، احنا ما نسميها تعقيدات جمركية، احنا نسميها بيروقراطية نوعا ما، او احنا نسميها برضو بعيد عن المجاملة. اسمح لي استاذ ناصر، تسمح لنا نكمل الحديث بعد هذا الفاصل اذا سمحت لنا استاذ فاصل، وكذلك استاذ علي، اسمح لنا نضيف الكرام ان نذهب الى متابعة هذا الفاصل ونعود الى تكملة باقي تفاصيل الحلقة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح. صلى الله على محمد وآله وسلم. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، قبل العودة إلى ضيوف الكرام نتابع موجزا لأهم الأخبار الاقتصادية. العراق والسعودية يوقعان مجموعة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة في مجالات الطاقة والاستثمار والتعليم والرياضة ومجالات أخرى بعد جولة من المباحثات ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي. أكدت وزارة الخارجية عن تلقي العراق دعما من بعض الدول الأوروبية لرفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال بعد استيفائه للمعايير التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. أكد وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز على توجه الحكومة الحالية نحو دعم وتنشيط الصناعة العراقية بكل قطاعاتها العام والخاص والمختلط وإعادتها إلى سابق عهدها، ما يستدعي إلى بذل جهود جبارة لإنعاشها. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على استرجاع الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد، مشددا على ضرورة الفصل بين المال والسلطة، كما أشار إلى أن بلاده رفضت اللجوء للاقتراض أو طباعة العملة حفاظا على السيادة الوطنية. طالبت الأمم المتحدة بالحصول على 283 مليون دولار بشكل عاجل لمساعدة السودان وتقديم المساعدات للبلاد لتلبية الاحتياجات العاجلة والحرجة لملايين الأشخاص المتأثرين بالعواقب الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا. وأخيرا، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد دعت زعماء الاتحاد الأوروبي للاتفاق على حزمة مساعدات مالية طموحة للتكتل عن التوصل إلى اتفاق سريع بأي ثمن. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، عدنا ضيوفي من بغداد الخبير الاقتصادي السيد علاء فهد، ومن المملكة العربية السعودية عبر سكايب المستثمر ورجل الأعمال السعودي ناصر الغيلان. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ناصر. كنت تتحدث قبل الفاصل عن ما هي أو كيف ستواجه الشركات السعودية بعض الإجراءات والتعقيدات الروتينية في العراق وكيف ستتعامل معه. صحيح، وشكرا لك مرة ثانية. تفضل. فعلا لما يعني يتم إعادة
دراسة وإعادة يعني ترتيب جدول النظام المالي في العراق، هذا بحد ذاته راح يغير أشياء كثيرة. حتى أنا سمعت في موجز الأخبار من شخصك الكريم لما تكلمت أن الدول الأوروبية تحاول تساعد العراق بطريقة أو بأخرى على أساس أنها تطلع من دائرة غسيل الأوراق. لما العراق تعيد حساباتها وتعيد ترتيب أوراقها في النظام المالي، صدقني أنها ما تحتاج لأي دولة أخرى، لأن العراق بدون مجاملة، بدون أي عاطفة قوية بأهلها، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني الجمارك. الجمارك على أساس توصل المنتجات العراقية إلى السعودية، تخيل أنها تروح إلى دول أخرى وتدفع فيها ضرائب وزيادة في الشحن وإلى آخره، يعني موضوع طويل جدا حتى توصل إلى السعودية. ونفس الحكاية منتجات السعودية عشان تدخل إلى العراق تواجه مصاعب ومشاكل كثيرة. مع العلم أن ما بيننا وبين العراق إلا مثل ما نقول بس بوابة، نفتح البوابة وانتهى الموضوع، يكون فيها أولويات وتطبيق للأنظمة وللإجراءات، ونحترم جميع الأنظمة والسيادة العراقية وقانونها ودستورها، تكون تحت طائلة الأنظمة، لكن يكون فيها تسهيلات أخرى ومتفق عليها مسبقا. وإن شاء الله الملف هذا سوف يحل قريبا بزيارة دولة الرئيس وفده العالي المستوى الكريم بإذن الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات يعني اللي إحنا نواجهها في السعودية كمصدرين أو مصانع سعودية ذات جودة عالية ومنافسة، أصلا المستثمر أو المستورد العراقي ما يعرف عن المنتج السعودي. أنا أذكر في زيارة للصادرات، إحنا يعني الصادرات السعودية شاركت في معرض أربيل ومعرض بغداد وفي عدة زيارات، كان في الزيارات اللي هي تعملها المنتج السعودي كان له قبول كبير مقارنة بمنتجات أخرى، يعني لا بالجودة ولا بالسعر. فإحنا نقول للمنتج أو المستثمر أو المستورد العراقي لازم تعرف المنتجات السعودية. ودنا برضو يصير فيه شوية زيادة، وأتمنى أنها تناقش زيادة في عملية الحركة الجوية للخطوط العراقية للخطوط السعودية لشركة الطيران، يزيد نسبة التبادل الركاب، نسبة تبادل السياحة المقننة بين السعودية والعراق، نسبة الحركة التجارية والموانئ. هذه كلها لها دور كبير في أنها تخلق جو وتبادل تجاري، جو نظيف ومكسب أعلى، وبإذن الله سبحانه وتعالى ينفع الطرفين كلهم. تمام، نكتفي معك بهذا القدر أستاذ ناصر الغيلان، وحضرتك مرحب بك بأي وقت في قناة العراقية، ونشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات المهمة والقيمة، وإن شاء الله نتواصل في حلقات أخرى. رجل أعمال السعودي ناصر الغيلان كنت معنا عبر سكايب من المملكة العربية السعودية، نشكرك جزيل الشكر. أستاذ علاء، يعني المملكة العربية السعودية ترغب بدخول شركاتها، بالمقابل هناك كما تعلم تحديات كما أسماها السيد ناصر الغيلان تواجه الشركات السعودية أو الشركات الأجنبية بشكل عام، وحتى الشركات العراقية، تعقيدات إدارية، ربما عمليات ابتزاز ومساومة، وهي كانت سبب رئيس بتعطيل عجلة الاستثمار بالعراق. كيف ممكن أن نتخلص، أو كيف لحكومة الكاظمي أن تتخلص الآن من هذه التحديات؟ يعني أستاذ قيس، حقيقة يعني المشاهد الكريم يعلم كثير من الاتفاقيات التعاون وقعت مع معظم دول العالم وأبدت استعدادها للدخول العراق، لكن ما موجود اليوم من مشاكل داخلية إدارية نتيجة ارتفاع مستوى الفساد الإداري من جهة، نتيجة قدم الأنظمة المستخدمة اليوم، أدى ذلك إلى تأخر هذه الشركات في الدخول إلى العراق. لذلك إذا أردنا أن أراد السيد الكاظم أن ينجح بشكل صحيح، يجب أن يتم إصلاح وترميم البيت الداخلي، ويجب أن يكون هناك إصلاح حقيقي للمنظومة الإدارية لما موجود اليوم من روتين وبيروقراطية، كله يتم تفكيكه والقضاء عليه من أجل أن تكون الأرضية مهيئة لدخول شركات استثمارية، سواء كانت سعودية أو شركات صينية أو شركات ألمانية. كل هذه الدول وقعت معنا مذكرات تفاهم وأبدت استعداد شركاتها للدخول والاستثمار في داخل العراق، لكن مع الأسف تصطدم بوجود مشاكل داخلية، وجود بيروقراطية. اليوم يعني على سبيل المثال شركة هانوا الكورية اللي دخلت تستثمر في مجمع بسماي السكني، اليوم هناك مشاكل روتينية، مشاكل إدارية مع الحكومة العراقية، ربما هذه الشركة سترفع دعوى قضائية على الحكومة العراقية نتيجة وجود تعثر في آلية التعامل. كل هذا هو ينسحب على سمعة العراق. اليوم عندما تطالع أي شركة
أجنبية ما موجود اليوم من مؤشرات في داخل العراق على مستوى بيئة الأعمال، على مستوى الشفافية، على مستوى الفساد الإداري، على مستوى تخلف الأنظمة المالية الموجودة اليوم وشركات كلها اليوم تكون هذه عقبات وتحديات تواجه هذه الشركات. فيجب أن يكون هناك بادرة حقيقية ونوايا حقيقية لإصلاح ما موجود اليوم، وهذه الدعوة يعني مو بس حكومة السيد الكاظمي، حتى مجلس النواب بتعديل القوانين وإصلاحها يتناسب مع ما موجود اليوم بهذه المرحلة. تمام. الكثير من القرارات اليوم معرقلة، سائرة المفعول قرارات مجلس قيادة الثورة، نتحدث بتفاصيل أكثر عن ذلك أستاذ علاء، لكن بعد أن نتابع عالم الأرقام في هذه الدقائق. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، عدنا ضيفي في الاستوديو الخبير في القطاع الاقتصادي السيد علاء فهد، مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ علاء. أستاذ علاء، كثير من نتحجج بالقوانين، تعليمات، قرارات، وبالتالي العراق ما تقدم خطوة نحو الأمام، العراق باقي يعني على ما هو عليه، عجلة الاستثمار متوقفة، الصناعة متوقفة، الزراعة متوقفة، ألا نستطيع تغيير هذه القوانين والتعليمات والقرارات التي كتبناها بأيدينا أستاذ علاء؟ صعب تغييرها؟ نعم أستاذ، مو شيء صعب أن يتغير، لكن اليوم أضف إلى ذلك ما تفضلت به، هناك مزاجية، يعني اليوم حتى عندما يكون موظف أو مسؤول معين عندما يتعامل مع ملف أو مع شركة تشوفه يتعامل بمزاجية عالية جدا وكيفية، وأيضا تأثر يعني اليوم القوانين اللي موجودة هي راعية ومشجعة للفساد والرشوة. هذا يجب أن يكون يتم معالجته عن طريق استخدام أنظمة إلكترونية حقيقية. اليوم يعني مع الأسف مزاجية موظف تعطل أو عقد كامل مع شركة معينة أو إعمار مدرسة أو بناء مستشفى، وهذا ما شاهدناه جليا على مستوى أزمة جائحة كورونا. تعرف القطاع الصحي اليوم يحتاج بهذه المرحلة يكون إلى الأولوية، لكن نجد اليوم أيضا تتغلغل مافيات وفساد إداري يتغلغل بهذه المنظومة ويؤثر بشكل كبير على أداء المؤسسات الصحية. مع العلم نمتلك موارد بشرية كما تحدث ضيفك الكريم، نمتلك عقليات وخبرات، لكن القوانين معطلة ويعني دائما والتعليمات تعيق أن يكون هناك أي تطور وتنمية. زين أستاذ علاء، شنو ممكن تقدمه الشركات السعودية في مجال قطاع الطاقة على سبيل المثال، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، شنو ممكن تقدم الشركات السعودية في الوقت الحاضر للعراق؟ يعني أستاذ قيس، خلينا نستفيد من النجاحات بداية في قطاع الطاقة، خلينا نستفيد من النجاحات اللي حققتها الشركات السعودية في مجال الطاقة، في مجال تكرير المشتقات النفطية، صناعة الزيوت وغيرها، الغاز، شركات كبرى اليوم يعني يشار إلها بالبنان هي شركات السعودية، يمكن أن نستفيد من خبراتها بعقد شراكات مع هذه الشركات بحيث تستثمر في داخل العراق من أجل أن يكون هناك صناعة قادرة على تلبية متطلبات السوق، وأيضا العراق هو سوق واعدة لهذه البضائع، يمكن يكون العلاقة تبادلية، علاقة منفعة، يعني تعلم كما تحدث ضيفك الكريم أنه القطاع الخاص يبحث عن الربح وفرصة الربح في العراق موجودة، لكن هذا مرهون
بمدى تطبيق الإجراءات على أرض الواقع، وأيضا أن يكون هذا التطبيق حقيقي مبني على شراكات حقيقية مبنية على تبادل المصلحة. طبعا. يعني تحدث ضيفك أنه حتى السوق السعودية مفتوحة للبضائع العراقية، يمكن أن يكون هناك تبادل تجاري بعيد عن الوساطة. أيضا مسألة تصدير النفط عبر الموانئ السعودية يمكن أن نستفيد من هذا الموضوع. الشركات السعودية في مجال الزراعة وفي مجال القطاع الصناعي اللي هو وفي مجال الطاقة يمكن أن نستفيد من عتها بهذه المرحلة، وأن يكون حتى مد للطاقة الكهربائية للمحافظات القريبة من السعودية، يعني ما يتصلنا مسافات بعيدة، والأرض اللي بين العراق والسعودية أرض منبسطة يمكن أن يعني يكون بها إقامة مشاريع وإنشاء مدن صناعية تدر بالنفع والفائدة على البلدين، خصوصا مع ارتفاع معدلات البطالة، وجود مواد أولية في داخل العراق، وجود أراضي لكن ينقصها أن يتم العمل بشكل واقعي. تمام أستاذ علاء، هل ستكلل جهود المجلس التنسيقي العراقي السعودي بالنجاح وفق المعطيات الحالية اللي يعيشها العراق؟ هذا مبني على الإرادة. اليوم إذا كانت الإرادة حقيقية، يعني إحنا قلت لك في بداية حديثي هذا الملف هو منذ سنوات يصل إلى مراحل متقدمة، تأتي حكومة أخرى يتعرقل ويتعطل، لكن اليوم النوايا إذا كانت النوايا النية حسنة بإقامة والإرادة النوايا موجودة. النوايا تكفي أم الإرادة أيضا أستاذ علاء؟ نعم النوايا تكفي أم الإرادة؟ لا يجب، مو بس النية، لازم أن يكون هناك إرادة حقيقية بالتطبيق. اليوم إحنا ما نبحث على توقيع بالأحرف الأولى، على توقيع اتفاقيات، هذا لا يعتبر إنجاز بحد ذاته. يجب أن يكون هناك دخول حقيقي لشركات، دخول حقيقي للمستثمرين، رؤوس الأموال تستثمر بداخل العراق، شركات تبني مجمعات صناعية، يكون هذا شيء حقيقي. يجب أن يكون يعني بمستوى تطبيق، يعني خصوصا على أبعد تقدير خلال هذا العام أو العام القادم، بحيث نشهد اليوم إحنا يعني العراق سوق واعدة، محتاجين إلى الطاقة، محتاجين إلى الصناعة، محتاجين إلى الاستثمار الزراعي، نحتاج إلى إنشاء مجمعات سكنية وغيرها، وكل شيء متوفر وموجود، لكن يحتاج إلى أن تكون هناك إرادة حكومية حقيقية مدفوعة ومساعدة من قبل مجلس النواب، بحيث يتم تعديل القوانين وتشريعها وفق حاجة الشركات الأجنبية. يعني اليوم لو يجلس كما صارت يوم أمس جلسة للرئاسات الثلاثة، يتم بحث ما هي معوقات الاستثمار، لماذا لم يدخل المستثمرين الأجانب إلى العراق، مع العلم هو سوق واعدة. نبحث بهذه التحديات، إذا كان تشريعية قانونية القوانين يمكن تعديلها بكل سهولة، إذا كانت إدارية وإجرائية يمكن تعديل الإجراءات، يعني مو الإجراءات اللي خلاها نبي ولا يمكن تعديلها. كل هذه الأمور إذا كانت الإرادة موجودة لدى الجميع من أجل أن يكون هناك إعمار وبناء ودخول لهذه الشركات. وإذا كانت العملية مقصودة أستاذ علاء، عملية تعطيل بعض الاتفاقيات سواء مع السعودية أو مع الصين أو مع أي دولة أخرى، يعني احنا خلينا نبتعد عن نظرية المؤامرة. اليوم حكومة السيد الكاظمي عند استلامها هي على معرفة ودراية بكل الملفات والتحديات، وتعلم انه لماذا الشركات لم تدخل، تعلم لماذا أغلب الملفات معطلة، والاتجاه اليوم إلى المنافذ الحدودية ربما سيكون ضبط لجزء من الفساد الموجود عن طريق الأتمتة. اليوم فعلا انه هناك جهات خارجية تعمل ألا يدخل أي استثمار للعراق، تريد العراق أن يكون هو فقط سوق. فقط خارجية أم داخلية أستاذ علاء؟ والله داخلية وخارجية أستاذ قيس، ما يخفى عليك. إحنا أستاذ علاء هو الموظف الصغير اللي عطل مشروع قيمته 200 أو 300 مليون دولار أو 50 مليون دولار، شنو ممكن نوصفه هذا الموظف؟ يعني عن عدم دراية، عملية مقصودة. موظف كثير من المشاريع متوقفة الآن بسبب معارضة موظف صغير في هذه الدائرة. نعم، ما يعني ما أعرف هي سبب عدم درايته أو عدم تقديره للخطورة لهذا الموضوع. يعني مو بس هذا أستاذ قيس موظف يعطل، اليوم نشوف حتى بضائع عندما أعلنت النزاهة وجود بضائع تخص قطاع الكهرباء معطلة في الموانئ ولا يتم حسمها لحد الآن منذ عام 2012. يعني هذا مو مسؤول عنها موظف معين اللي عطلها واللي عرقل دخولها وبقاها في المنافذ أكيد. وتعرضها للتلف والاندثار. اليوم يعني عقلية الموظف يجب أن تكون عقلية أوسع، عقلية تمام. المدير. نكتفي بهذا القدر معك أستاذ علاء، ونعتذر لضيق الوقت. الخبير في القطاع الاقتصادي السيد علاء فهد، نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في حلقة اليوم برنامج دينار. كما لا يفوتنا أن نشكر أيضا رجل أعمال السعودي السيد ناصر الغيلان، كان معنا عبر سكايب من المملكة العربية السعودية.